من اللي جاء هذا القرار هذا بدون إصرار؟ خلاص واحد جوا، لكن كان نقاش اللجنة الوطنية بدأت واحد المقاربة تساوية باش أنها بالعكس تكون عضو في إخراج مشاريع توافقية مع الوزارة ديال التعليم العالي ووزارة الصحة اللي كلشي على التوافق وكلشي على أي أزمة. كما شفتوا هذه الندوه هذه جات في اطار البرنامج التواصلي اللي صدرناه باش نعرفوا بالقضيه ديالنا، على اساس انه القضيه ديالنا راه ولات واحد القضيه راي عام. حنا الاضراب ديالنا دابا واصل تقريبا غادي في 5 شهور، على اساس انه يتم التعريف بالقضيه ديالنا. حنا هذا الاضراب هذا ما جاش زعما دفعه واحده، من جاب تدرج من البدايه ديال العام، وقفات واضرابات نهار يومين، ولكن المشكل انهم ما سمع لنا حتى شي واحد. من بعد ما درنا الاضراب الشامل ولا المقاطعه عند دروس النظريه والتطبيقيه والتدريب الاستشفائيه، اسمحوا لي، كانوا لقاءات في الوزاره مع الوزراء ومع مسؤولين على اساس باش نحلوا الازمه، والمشكل انه الحوار ما كانش حوار بناء، هذا زعما للاسف. من بعد ما تسد الحوار في وجهنا كانوا لقاءات عديده مع بزاف الوسطاء على اساس انه نحلوا الازمه عن طريق الوسطاء. وكما شفتوا كنا عبرنا على حسن النيه ديالنا باننا اجلنا المسيره اللي كانت في 25 افريل 6 ماي، باش حنا مآمنين بان حسن النيه باش نحلوا الازمه، حيت حنا كنبقاو طلبه وكنحترموا المسؤولين لانهم هما اللي غادي نلقاو معاهم الحل لهذه الازمه هذه. المشكل انه باب الحوار مازال ما تحلش، مع ان الوزير كان التزم في اللقاء ديالو مع لجنه التعليم العالي والشؤون الثقافيه والاجتماعيه في البرلمان على اساس انه يحل باب الحوار، والخرجه الاعلاميه ديال رئيس الحكومه كان فيها حتى هي جانب ايجابي على اساس انه غادي يكون الانفتاح على بعض النقاط العالقه زعما في الملف المطلبي ديالنا. وحنا كنتمناو زعما يتحل باب الحوار باش اننا نحلوا الازمه، لحقاش الحوار هو الوسيله الوحيده، والحوار البناء والاشتراك الفعال هو زعما الطريقه الوحيده باش اننا نحلوا الازمه ونستدركوا ما باقي من السنه الجامعيه. لان الطلبه كما شفتوا المكان الطبيعي ديالهم ماشي الندوات، ماشي الاضرابات في البرلمان، مي المكان الطبيعي ديالهم هو المدرجات والمستشفيات اذا احدى المرضى. وشكرا. فاحنا اليوم ضمنا هاد لا كونفيرونس دو بريس اللي الهدف منها هو اعاده التعريف بالملف المطلبي ديالنا، اضافه الى تصحيح بعض المغالطات التي تم نشرها في الاونه الاخيره ومنذ بدايه المسلسل النضالي ديالنا، وكعربون على حسن النيه اللي ابان عليها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، سواء بتأجيل المسيرة الوطنية اللي كانت مقررة في 25 أفريل اللي سبق. فاحنا اليوم كطلبة ديال الصيدلة، الرسالة اللي كنبغيو نوجهوها سواء للمسؤولين أو للرأي العام هو أن الملف ديالنا هو ملف اللي النقط ديالو كاملة تصب في اتجاه تجويد التكوين الصيدلي. فصيدلي الغد خاصو يتلقى واحد التكوين اللي كيسمح ليه انه يقدم للمريض احسن علاج. فما كاينش ان بوين دو بلوكاج في لو دوسي ريفونديكاتيف ديال طلبه الصيدله اللي غيخلي ان الحوار يحبس. فكما كنعرفوا كاملين ان الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الحل، فبلا بيه غتبقى كل جهه في الكوان ديالها، وما غاديش نوصلوا لان تيغان دونتونت اللي يخلينا نلقاو حل لهاد الازمه. فبالنسبه للطلبه فسنه بيضاء ما غاديش تساعدهم، فما كاينش طالب اللي غيفضل انه تكون سنه بيضاء، حيت الطلبه كاملين غيورين على التكوين ديالهم، والهم الوحيد والاوحد ديالهم هو التحسين ديالو. فالطلبه كاملين باغيين يرجعوا للمدرجات، غير هو هذا الرجوع مشروط بان المطالب ديالهم يتم التحقيق ديالها. وشكرا.